الحاجة اللي حصلت دي خلتنا شك ان انا متهكر او تليفوني متهكر او في حد مراقبني. زي ما انتوا عارفين ان في حدث النهاردة نزل جديد اللي هو بتاع الدبل فيكتور، وانتوا عارفين ساكورا الغلابة ان هو بيحرق اي حدث ينزل. بس المشكلة عندي النهاردة ان انا كان عندي مشكلة في الفيزا ومكنتش عارف اشحن، فكان بالظبط كان معايا 1600 جوهرة، والحدث اصلا بيتكلف اكتر من 1600 جوهرة وانا مكنتش عارف. فدخلت احرق الحدث ووقفت معايا على اخر لفة وهي اللي ب 1400 جوهرة او 1500 جوهرة. ومرة واحدة اول ما وقفت معايا لقيت حد شحن لي 1600 جوهرة ومش عارف جم منين ولا راحوا منين. فده هاكر ولا واحد سرق حسابي وبيدخل معايا في نفس الوقت؟ انا مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد من قناة ريتوس جيمنج. فيديو النهاردة رجل هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة حصل حاجات غريبة، حصل حاجات مريبة، حصل شحن من ناس غريبة، حصل التليفون متهكر. انتوا بصوا يا جدعان لازم تتفرجوا على الفيديو ده من اوله لاخره عشان تكتبوا لي في الكومنتات ايه بالظبط اللي بيحصل. وغير كده بقى انا بصوا عايز اتكلم معاكم كلمتين، مش هطول والله ما هطول، وهسيبكم على الفيديو الجامد جدا. بس عايز اقول معاكم كلمتين، انا بقى لي بتاع اسبوعين ولا اسبوع او حاجه زي كده يعني هامل اليوتيوب شويه، او مش شويه هامله كتير، وده مش بكيفي. اقسم بالله في مشاكل كبيره جدا عندي وحصل لي حاجات كبيره، فعشان كده انا كنت قاطع عنكم شويه. وغير كده انتوا وحشتوني جدا، اقسم بالله يا جدعان وحشتوني وحشتوني. حتى الكومنتات ما كنتش عارف ارد عليها بسبب اني مش عارف امسك التليفون اصلا، تمام، وشاشه كانت بايظه وحاجه يعني استغفر الله. الحمد لله ان احنا عدينا الفتره دي. المهم ان احنا من النهارده ان شاء الله لحد طول العمر، لحد ما ان شاء الله يعني ان شاء الله يدينا طول العمر كده، هقعد انزل لكم فيديوهات كل يوم كل يوم عشان انتوا بتوحشوني، انتوا بتوحشوا، كومنتاتكم بتوحشني. لما بشوفكم كده اقسم بالله بطمن قلبي، بيطمن كده وبفرح بيكم يعني، فاهم؟ والله بحبكم يا جيش الغلابه. والناس يعني انا او معظم الناس اللي بتتفرج عندي مصريه. بصوا انا عايز فزعتكم، عايزكم تظبطوا الكلام النهارده في الفيديو بتاع النهارده عشان العوده بتاعتنا تبقى جامده جدا. عايزكم تحطوا لايكات، عايزكم تظبطوا الكلام، والناس اللي من الاردن برده والجزائر والناس الجامده جدا دي اللي في الوطن العربي كلها عايزكم تظبطوا الكلام معايا. عايزين نوصل للشراكه عشان نظبطكم، عايزين نوصل للشراكه عشان نظبطوا الكلام. واهم حاجه دلوقتي ان انت تحط لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان نظبطوا الدنيا والفيديو ده يطلع ترند، وان شاء الله يطلع ترند. وكل ما فيديو يطلع ترند هظبطكم وهتشوفوا الزبطات بتاعتي، هتشوفوا بصوا غير اي حد، روقان وجمدان. يا رب لم علينا جواهر اللعبه، يا رب يبقى واحد عبيط كده يدينا جواهر. جواهر يا بيه، جواهر يا استاذ، جواهره جواهره، اديني جواهره واديك هات جواهره. يلا يلا خلصان جواهر، يلا اجري يلا جواهر، اهي اهي تعال تعال تعال. 10 كوين ايه؟ 10 كوين ايه؟ احنا بنهزروا اهي. في واحد ثاني، في واحد ثاني، يلا بينا جواهر جواهر يلا. ولا ولا قلبي يلا، بتكسر لي قلبي يلا يلا يلا، اديني جواهره يلا، ده انا غلبان يلا. 2000 years later، بعد جري كتير ورا الجواهر واقعد اعيط واشقى واجري ورا ده واجري ورا ده على امل انه يديني جوهره او جوهرتين، اخيرا جبنا 100 جوهره. والنهارده هنحرق ايه؟ هنحرق الفيكتور. يعني النهارده الفيديو برعايه كلا، يعني النهارده فيديو برعايه الخنزره، يعني النهارده بنشحت. يعني بصوا يا جدعان الزمن دار عليا وبقت بشحت، اقسم بالله بقت خلاص خلاص، عشان انا مش عارف اشحن، عندي مشكله في الفيزا مش عارف اشحن خالص يا جدعان. ادعوا لي انها تتحل عشان نرجع نحرق زي زمان، وايه وما نجريش ورا الجواهر تاني ونقعد نعيط ونصوت. المهم دلوقتي دخلنا على الحدث ده، وعلى فكره يا جدعان الحدث ده انا كنت قايل لكم انه هينزل من فتره كبيره قوي، قلت لكم ان الدبل فيكتور الجديد هينزل ومحدش صدقني عشان كان معايا اكونتات من سيرفرات تانية ودخلت فيها ولقيت الحدث ده. بس ما كانش نفس الحدث ده، كان يعني نفس السكن بس في قدر واربح مش هنا. بس الحمد لله ان هم ايه حنوا علينا ونزلوا لنا حاجه، اصلا هم شغالين بس ايه فالحين ان هم ينزلوا لنا حاجات قديمه حاجات قديمه حاجات قديمه. ما خلاص يا فري فاير، خلاص عرفنا ان انت بتجيبي فلوس. بهزر طبعا يا جدعان عشان انا داخل على شراكه يا جدعان، انا داخل على شراكه، فيعني فاهم انت، راعوا شعوري ورعوني ان انا داخل على شراكه، فلازم التطبيل، لازم سن التطبيل، انت فاهمني انت. المهم ان الحدث ده انا مش فاهم منه حاجه ولسه هنستفتحه مع بعض كده. المهم ان السكن بصراحه شكله جامد قوي، بيقول لك تكلفه قلب البطاقه 9 جواهر، تمام،
ونضمن لك الحصول على الجائزة الكبرى بتسع مر... بعد تسع مرات تمام. فاحنا تسع مرات يا باشا يا رب يكفي بس الجوار اللي معانا دي ونجيبه الدبل فيكتور الجامد جدا. بس ممكن يكون حظ جيش الغلابة وسكورة الغلابة غير كده خالص، عشان انتوا عارفين في كل فيديوهات الحرق لازم يحصل معانا حاجة كده جامدة جدا وما نصرفش جوار كتير او يحصل جليتش او حاجة زي كده. فلازم انتوا ايه بقى تقفوا في ظهري كده وان شاء الله هنجيبه الجمدان وهنجيبه التظبيطات وهنجيبه السكن الجديد بجواهر قليله، وممكن اجيبه كمان بايه بتسع جواهر. وشد يلا وافتح يلا وبسم الله جالنا ايه يا باشا، جالنا صندوق الغنائم العام. ايه ايه ده تهنينا لقد حصلت صندوق اسلحه العام القمري. يا عم عام قمري ايه يعني؟ عام قمري ايه يا عم؟ انتوا في ايه يا عم عالم الفلك اللي انتوا الفلك والحيوان اللي انتوا جايين منه ده؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ المهم دلوقتي ايه احنا تلاقي يعني عملنا اول واحده فوق على الشمال، خلينا تحت على اليمين. يلا بصوا دي دفن دفن، انت لازم بص لازم تفنن، لازم تشغل دماغ، لازم تثق في نفسك. لو انت واثق من نفسك هتنجح في اي حاجه اقسم بالله. بصوا اي حاجه تخش فيها ادخل بثقه، يلا ادخل بثقه، يلا انت تقدها يلا اقسم بالله هتنجح. لو مش النهارده بكره، لو مش بكره بعد سنه، لو بعد سنه اقسم. اسمع كلامي اسمع كلامي، اقسم بالله اللي صبرني على اليوتيوب خمس سنين يطلع مني الكلام ده كله، اقسم بالله خمس سنين انا هعيط ولا في ايه في ايه. المهم دلوقتي انا بحب اديكم نصايح، عارفين ليه؟ عشان انتوا اخواتي، عشان انتوا قلوبي، عشان انتوا الحته اللي في الشمال. هو القلب في الشمال ولا في اليمين؟ مش عارف. المهم دلوقتي ان انتوا في قلبي. يلا بينا على 19 جواره وخش بثقه، خش بثقه بسم الله تاكيد يا باشا. فيكتور على طول ايه ده؟ صندوق القائد الرائع. يعني بص انت يعني ما تدخلش بثقه قوي يعني، فاهم انت؟ يعني اي حاجه ليها نجاحها وليها فشلها، فانت لازم ايه تبقى حاطط امل هنا وامل هنا، بس تبقى واثق من نفسك برضو. انت عملت ايه يا باشا؟ عملت فوق على الشمال تمام وتحت على اليمين، يبقى نعمله ايه؟ في النص تمام، في النص 39 جهاره. 39 جهاره يعني الرقم ده اصلا بيقول لي انا جايب لك فيكتور. الرقم اهو بصوا باين اهو الرقم، بص مكتوب ايه 39، مش عارف ازاي هو باين ان جاي فيكتور. تاكيد يا باشا فيكتور اهو. ايه صندوق غنائم الاسلحه المطوره. بصوا يا جدعان الاكتر حاجه يعني حلوه ووحشه فيا ان انا واثق من نفسي بالزياده، بالزياده بخش بقلبي فاهم، بخش كده يلا اوبا اوبا افتح على طول. انا بعمل جليتشات، انا بعمل مش عارف، انا محترف، انا مش ولا اصلا ماليش فيها ولا اصلا بعرفش حاجه عن اللعبه، بعرفش حاجه عن اللعبة. الحمد لله. لازم تخش بثقه والله، لازم تخش بثقه. ما كانش زمان يعني، انا ما دخلتش بثقه ما كانش زمان على تيك توك 260,000 ولا بعرفش حاجه عن اللعبه. لا بهزر يا جدعان، بهزر بص انا بصراحه يعني قعدت شهر في اللعبه دي اللي هو من 3 سنين، وناس يعني معظم الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده مش تبقى عارفه القصه دي اصلا. فما علينا، لو عايزين اشرح لكم القصه دي انا قولوا اكتبوا لي في الكومنتات، هشرح لكم قصه بدايتي من الصفر، بدايتي من فاهم انت تحت الارض في فار عشان بردان وقرفان وتعبان، اقسم بالله بردان وقرفان وتعبان. يلا بينا ناخده عنه ناخده عنه. دي بقى ايه بقى؟ دي بقى بحظ جيش الغلابه. جيش الغلابه يعني اللي بيتغابه، يعني جيش الغلابه اللي في الغابه يعني بص يعني جت خلاص. بص من انا مغمض عيني دلوقتي خلاص جت، بوريني كده قطع شامله، قطع شامله يعني ماشي قطع شامله. احنا كنا محتاجين قطع شامله اصلا، انا كنت محتاج قطع شامله. انت ايش عرفك انت؟ انا كان نفسي فيها اصلا. جيش الغلابه يا باشا، جيش الغلابه يعني اي كان بقول لك ايه، ادخل فتح في اي حته قول جيش الغلابه، قول لهم جيش الغلابه، اقسم بالله هتلاقي يضرب لك تعظيم سلام يا باشا. انت ما تعرفش انت مع مين ولا ايه؟ ما تعرفش انت مع مين ولا ايه؟ انت مع سكوره الغلابه يا انت، انت مع جيش الغلابه الجامد جدا. جيش الغلابه يعني كلنا في ظهر بقى، يعني كلنا جامدين جدا. انا حاسس كبرتها قوي وفخمتها قوي. الحمد لله الحمد لله على الستر والصحه، والحمد لله على الستر والصحة. بس المشكله ما بقاش فيه ستر، بقى كله على اليوتيوب وكله في فضاح موجود، كله شاهد فضيحه ساكورا الغلابه وبكاء علي عمر في الرومات. مش ناقصه يا جدعان والله العظيم، الناس اللي بتنزل الفيديوهات دي والله ما ناقصه، والله العظيم ما ناقصه يا جدعان. بتنزل فيديوهات غريبه، واحد يقول لي انا سرقت حسابك، واحد يقول لي انا مش عارف دخلت بيتك. انتوا يا جدعان يا جدعان اللي انتوا بتقولوه ده؟ الحمد لله الحمد لله، الريتش عبط الناس. المهم خلينا بس ايه في الحدث، حدث اللي هيجيب لي حاجه في دماغي، هيجيب لي حاجه في دماغي. تكلفه ايه قلب البطاقه 99 جوار بثلاث بطاقه حضنه، يعني ايه؟ يعني قربت تندع، يعني قربت تظبط الكلام معانا، يعني قربت يا باشا تقول لي خد الفيكتور، خد الفيكتور يا باشا واظبط بيه كلامك. و199 جواره وفيكتور، ما جاش الفيكتور، جه صندوق غنائم مش عارف ايه. ماشي ايه ده ايه ده؟ هو بيزيد الجوار ياما كده 299 جواره؟ هو يا جدعان مش مكتوب هنا ان اخره 199؟ ايه ده في تحت؟
يا نهار اسود يا نهار اسود، ده شكله يا جدعان مش عارف احرقه، شكله مش عارف احرقه والله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا نهار اسود يا نهار اسود. ومنيل يعني احنا معانا 1300 جهار، انا مفكر كل ده ان 199 جهاره بس. يا نهار اسود، طب اعمل ايه دلوقتي يا جدعان؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ادخل على بعدها ادخل على بعدها. بسم الله بسم الله فيكتور. رقصه جديده ايه؟ رقصه جديده ايه ده؟ احنا رحنا في داهيه، احنا رحنا في داهيه يا جدعان، والله العظيم رحنا في داهيه. فاضل فتحه واحده، فتحه واحده هي اللي تجيب لنا اللي ما تجيب لناش. خلاص يا جدعان احيه، انا كل ده مفكر ان هو ب 199 جوهره، وقلت خلاص بقى هدخل احرق امه بقى. احيه احيه، تفتكروا يا جدعان نجيبه؟ تفتكروا نجيبه؟ انا واثق من نفسي، انا واثق ان انا اجيبه بجو يعني. يا رب يا رب، كله يقول يا رب، كله يدعي كله يدعي، لا يمين يا شمال يا يمين يا شمال. بسم الله بسم الله بسم الله، انا بقول يعني خير الامور اوسطها، مفيش وسط، يبقى ندخله في اليمين. بسم الله بسم الله بسم الله. يا نهار اسود، ما جاش ما جاش، حجان حجان، هيحصل لي حاجه ازاي؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا جدعان؟ 1299 جوهره وانا معايا 400 جوهره، اعمل ايه طيب؟ يا نهار اسود ومنير، الحمد لله. انا مش عارف مش عارف اعمل ايه، مش عارف يا جدعان. ايه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بص فوق على اليمين كده هتلاقي 1600 جوهره. طب اللي شحن لي ده اعرف منين ان انا محتاج جوهر دلوقتي؟ واعرف منين ان فاضل لي واحده عشان اشحن؟ يا جدعان مش فاهم ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بجد، انا مش فاهم يعني. يا جدعان لسه كنت بقفل التصوير، خلاص لسه كنت بقفل التصوير، لقيت اتشحن لي يعني، ما لحقتش حتى 5 دقايق ولا 10 دقايق. طب عارف منين هو بيراقبني؟ مهكر تليفوني. انت لو مهكر تليفوني قول لي، انت لو مهكر تليفوني قول لي. ما انت كده لازم تبقى شايف كل حاجه، شايف ايه اللي بيحصل عشان تعرف ان انا دلوقتي عايز جواب، ولا حظ ولا جت كده ولا ايه؟ ربك بيرزق عشان نعرف ننزل الفيديو، ما كنتش هنزل الفيديو اصلا يعني، كان فاضل لي واحده والله يا جدعان، اقسم بالله كنت حاسبها غلط. لو تبصوا هنا انا كنت مفكر ده اخره، كنت مفكر ان مره 9 جواهر، مرتين 19، 3 مرات 39، 4 59 5، وما نزلتش تحت. انا كنت مفكر دول كده بس، انتوا فاهمين؟ ما بصيتش على سته دي، قلت يبقى بعد السته بقى كله زي بعضه 199 199 199، ما كنتش عارف. وفتحت تمام وبدات تصوير وكل حاجه تمام، وبعد كده لقيت واحد شحن لي وانا في الفيديو. طب ازاي؟ هو عارف منين ان انا محتاج جواهر دلوقتي وفاضل لي على الحدث واحده بس؟ ازاي يا جدعان؟ فهموني، انا عايز افهم يعني، حد يقنعني ازاي يعني؟ مش فاهم بجد، مش فاهم ايه اللي بيحصل. استغفر الله العظيم يا رب يا جدعان، انا مش عارف والله يعني. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، خلاص يلا يلا. افتح افتح افتح، 1200 1300 جواره يعني، مش عارف اقول ايه مش عارف اقول ايه بجد، مش عارف اقول ايه. الحمد لله جالنا الفيكتور وجالنا الجمدان، انا مش عارف حتى ادي ردة فعل يعني. لحد دلوقتي الصدمه واخداني، الصدمه بهدله لي دماغي. وريني يا ابن الفيكتور يا ابن، وريني اول سكن للفيكتور ده. اعتبر استنى دربك، استنى دربك، استنى بصور والله، استنى يا جدعان مش عارف ايه ده، مش عارف بجد. هات كده، ايوه جامد والله جامد، الدبل فيكتور الرايق، الدبل فيكتور الرايق الجامد الفاجر القادر يا جدعان، جامد والله العظيم جامد. وانا بجد مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه، مش عارف اقول ايه بجد يعني. ادخل لي كده تدريب. ايه ده، دخلت ايه؟ انا ايه ده يا جدعان، التليفون متهكر ولا ايه؟ انا ما دخلتش جيم اصلا، هو اللي بيحصل؟ انا مش فاهم بجد والله ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي ما دخلتش جيم اصلا يعني، لقيته دخل لوحده. انت اهو بصوا، ما قفلتش تصوير ولا في مونتاج ولا اي حاجه عشان ما حدش يجي يقول لي انت مش عارف اعمل ايه. انا التليفون متهكر. طب انا يعني مش عارف، التليفون متهكر، ده دخلت جيم باتل رويال. طب معايا حد؟ استنى يا عم استنى، معايا حد؟ طيب مش عارف، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم بجد مش فاهم يعني. ايه اللي دخلني دلوقتي؟ ما دوستش والله، ما دوست والله العظيم ما دوست. طلعني يا عم، بيطلع منين؟ استنى استنى هطلع واجي تاني. بيحصل، لازم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي بيحصل وبس كده يا جدعان. اقفلوا ام الفيديو ده عشان انا خلاص دماغي لعبت، دماغي لفت، دماغي راحت في 60 داهيه وبس كده يا جدعان. هو ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس وتقول لي ايه اللي حصل في الكومنتات، وتكتب لي هاشتاج ساكورا متهكر، ساكورا راح في 60 داهيه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my